السلام عليكم ورحمة والله وبركاته. ده نشوف مع بعض ازاي نحسب النزعة المركزية وازاي نحسب التشتت في برنامج اس بي اس اس، وده برنامج قوي جدا في موضوع الاحصاء، موضوع ان لو انا عندي استبيان او عندي معلومات يقدر يحللها لي. وفي برنامج تاني بديل اسمه بي اس بي بي. طيب هقول له دلوقتي نيو داتا، بتطلع لي الشاشة ديت. الشاشة دي بيبقى فيها تلات شاشات: الداتا فيو المعلومات الارقام اللي بكتبها، فاريبل المتغيرات بتبقى عامله ازاي، وفي واحده ثالثه اللي هي النتيجه لما اجي احسب. طيب في البدايه لازم احدد الفاريبل اللي هشتغل عليها، وليكن هنا مثلا النوع، وعندي هنا مثلا هيبقى في النوع المتغير ده ايه. لو جيت دوست هنا على دول بيقول هل انت عايزها ارقام ولا عايزها كومه، يعني رقم في كومه ولا يبقى في دوت، ولا انت عايز تاريخ اختار شكل التاريخ هبقى هنا عامل ازاي، ولا رقم في دولار. ممكن تختار ان هو يكون نص لو انت حابب. وهنا بيقول لك عدد العلامات العشرية دي ايه، والويت بتاع الخلايا دي هتبقى ايه. الويت بتسمي الليبل، الليبل بيشرح لي الخلية دي هتعمل ايه. تقدر تكتب شرح زي ما انت عايز، زي تلميح لشرح هنا المفروض تكتب ايه. وهنا هكتبها محاذاة ليفت رايت سنتر زي ما انت عايز. طيب ممكن نقول له مثلا هنا المادة دي مثلا درجات، تمام. ممكن مثلا مادة العربي جاب فيها درجات قد ايه، ودي عبارة عن نمبر، الويتس، الليبل، الفاليو. تقدر تقول له مثلا ايه الرقم معين هيبقى مثلا ناجح، رقم تاني سقط، وهكذا. ممكن مثلا هنا في التايب او النوع ممكن تقول له واحد، ده يبقى معناها مثلا مين مثلا، واثنين وومن مثلا. طيب لو جيت هنا في الداتا فيو هتلاقي هنا كاتب لك طيب، وهنا كاتب لك الدرجات. تقدر تخلي كذا حاجة تانية، ممكن تخلي مثلا انجليزي بتاع. طيب هنا الطيب مثلا لو احنا كتبنا واحد، كتبنا اثنين، كتبنا واحد، كتبنا اثنين، كتبنا واحد. وهنا الدرجات تكون مثلا 20 21 10 1 5، تمام. طيب لو احنا جينا هنا ودوسنا على الطيب واخترت هنا value label فهيبدأ يجيب لي القيمة بتاعتها بالظبط. طيب عايزين ننزل بقى موضوع التشتت وكده، هاجي هنا من analysis وهبدأ اختار هنا الفريكونسي. ممكن اقول له مثلا انا عايز اشوف العربي بس اهوت، وتبدا تشوف ايه المعلومات اللي انت عايزها. المينيموم والماكسيموم وكل حاجه، اقول له كونتي كونتينيو. وبعد كده التشارت، عايز التشارت شكله ايه، بار ولا انهي شكل منهم اللي انت عايزه، واقول له اوكي، فيبدأ يجيب لي المعلومات بالشكل دوت. طيب ممكن نعرضهم بشكل تاني، او ممكن نعرضهم بشكل تاني خالص. بيقول لي عايز سيف، او سيف المعلومات ديت، ممكن نسميها اوت بوت. ماشي. ممكن اجي دلوقتي اقول له انا عايز اعمل اناليسيس واعمل اكسبلور للمعلومات. طيب هيقول لي بقى انت عايز تخلي مثلا درجات هي اللي هنا، والتايب هو اللي هنا بالشكل دوت، وتقدر تختار ايه المعلومات اللي انت عايزها تظهر معاك. وفي اوبشن عايز تظهر الكيس ولا عايز تظهر ريبورت فاليو، اوكي. عايزهم يظهروا دي ولا ديت، هتبوظ. فبيبدأ يعرض لي المعلومات اللي موجودة، العربي المان قد ايه ولغن قد ايه وهكذا بالشكل دوت. فعمل لي استعراض للمعلومات.